السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، راح نوريكم طريقة تعقيم المنازل وتعقيم المراكز بطريقة بسيطة لكن لديها فائدة جد طيبة بحول الله عز وجل. تفرجوا معنا مليح يا إخواني، وحاولوا كيفاش تفهموا هذه الطريقه مليح، وتابعوا الفيديو هذا يا مليح، بارك الله فيكم، وديروا له المشاركه حتى يستفيد جميع اخواننا، ولا سيما ونحن في هذه الاونه الاخيره انتشار هذا الفيروس اللعين الذي اسال من الله ان يقضي عليه بحول الله عز وجل. هذه طريقه تعقيم المنازل وتعقيم المراكز اخواني، فيها حتى تعقيم السيارات، تعقيم كما نقولوا تعقيم المال، تعقيم النقود، تعقيم الاماكن اللي تركضوا فيها. دوكا نوريكم طريقه تحذير، طريقه تحذير هذا التعقيم بحول الله عز وجل بربي ان شاء الله، باش تعرفوا مليح ويعني تخدموا وحدكم، ما كان تقعوا ضحيه الاحتكار هذا. دوكا انا فيه ماسك يا بن عمي، ماسك كنا نشرو فيه ب 15100 و 1000 فرنك و 2000 فرنك، اليوم راهو ب 15000 الواحد وما كانش. ب 15000 وما كانش، انا قلبت الدنيا وما لقيتش ب 15000 وما كانش. الماسك تاع الكانكيري اللي بيعوا فيه الكانكيريه اللي كان ب 2000 فرانك وب 2500، اليوم راه ب 20000 وما كانش، يعني اصبحت منقرضه. يعني راح نوري لكم الطريقه كيفاش تعقموا بها لي ماسك، تعقموا بها يعني المنازل، تعقموا بها المراكز تاع العمل، تعقموا بها السيارات. هذه الطريقه سهله التحضير بحول الله عز وجل. ديروا مشاركه للفيديو والدل على الخير كفاعله، وخيركم من الناس انفعه من الناس، ومن استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. ها يا خويا عبد الواحد، هذا وريهم، هذا خل ابيض، وريهم هكذا، هذا خل ابيض، هاو يتباع عند المحلات تاع المواد الغذائيه، تروح ليه تقول له اعطني قرعه خل ابيض يعطيك. شوفوا منيح، هذا بدون تاع ماء، هاكو تشوفوا فيه، هذا بدون تاع ماء، تعمروه الا ربع، ها وراه ما يكونش معمر مليح، يكون معمر الا ربع، ها وراه يتعمر هنا، باش تشوفوا مليح. ها هو هذا البيدون تاع الماء تاع الزيتون، شوفوا الكميه كيفاش يكون معمر، ما تعمروش كاع، يبقى ربع، يبقى ربع ما ماشي معمر. ها هو راه، وهذه قرعه الخل الابيض هي وراها كما مكتوب فيها، فرغها كما راهي بسم الله. ها ها نفرغوا قرعه الخل في الكميه هذه تاع الماء. ها ايوا هذا جوفيل، من الاحسن يكون جوفيل بريف. ها وراه، ها وراه، ولا دوز، هذا يا بريف ولا دوز، هذا ما مليح، هذا جوفيل مليح. ها وراه ما شاء الله، هذا يا كاس، ها جبد الكاس هذايا عمر به. ها بسم الله، ديرونا مشاركه للفيديو هذايا باش يستفيدوا جميع اخواننا، وعندكم اجر عظيم. ها باش ما كانت توقع ضحيه الاحتكار ولا مانيش عارف، هذايا بن عمي ها عمر، ها كاس، ها وراه قرعه جوفيل دوز هذايا ولا بريف، هذا ما مليح. ها عمر تشوف هكذاك صحيت، هذه وحده، ها زيد زوج بيدون كيما هذا يعقم لك، زيد وحده ثلاثه بيدون كيما هذا يعقم لك فيلا كيما راهي. هاي وراهي، هاي ثلاثه صحيت. وهذا قرعه الكول، ها وراه هذا هو الكول او كحول جراحي 90%، ها وراه 90%، ها وراه هذا قرعه الكول 90%. ها وراه هي افتحها فرغها كيما راهي، ها 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 فرغها كاع هكذا، ها ولا جالي ولا جال ولا جال ولا جال. ها وراه، ها ها وراه، ها وراه، ها خلط مليح، ها ولا جال، ها وراه جال معقم، ما تروح تشريه ما على باليش انا بقديه وما تلقاهش الفرماسي خلاص اللي يبيعوا، ها المعقمات خلاص، هاك تشوفوا فيها، ها ولا خاثر ولا جال، ها وراه ها ها ولا جيل الكول معقم، هاك تشوفوا فيه، ها ها
والله تروح عند اللي يبيعوا ليديكاسيون ما تلقاش، تروح عند الفرماسي ما تلقاش. يا خويا تخدم المعقمات في دارك، هاي تخدم المعقم في دارك، تعقم سيارتك، تعقم المنزل تاعك، تعقم بيبانك، تعقم التواكي تاعك، تعقم المطرح اللي ترقد فيه، تعقم يديك، تعقم وليداتك، تعقم معنك، تعقم حتى السوارد تاعك. ها والريحه تاعو طيبه تشم، ها والريحه تاعو طيبه ما شاء الله. ها هاي الله ربي يبارك. هاي ها جالي، ها ولا جاب طريقه بسيطه ما شاء الله وتعقم. هيا ورينا دوكا طريقه التعقيم، نورينا دوكا طريقه التعقيم. هاي والله ساهله ماهله، يعني مش كي قال عادي جدا. ها نرفدو باكي قطن، ها كيما راكم تشوفوا، ها افتح تشوف. ها رافد باكي قطن، وتقدروا دوكا تعمروه في الفشفشه هذيك القلعه تاع موزين الغبار، تفرغها وتعمر فيها الجال هذايا وتعقم به ثاني ما شاء الله. رافد عمر الكاس هذاك، ها هذاك ما شاء الله. ها ها يا نور دوكا في المثال كيما انايا عندي عياده الحجامه، ها نعقم المكان تاع المريض. هاي بسم الله، ها 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 وين عقم المكان تاع المريض. ها المكان البلاصه تاعو كاع نعقمها. ها كل ما يجي مريض يرقد ينوض نعقم البلاصه. ها ها نعقم هنا، ها هكذا، ها كما راكم تشوفوا نعقم المخده، نعقم المخده. ها هاي هاي ما شاء الله. ها تشوفوا ها كيف، ها سمعت لكم شروحات مبسطه برك باش تفهموا منيح. صحيح طيش لقطن هذاك، هاي ها طيش وصلت المعمدات. هاي ها وقطن واحد اخر في المثال دوك راح نعقموا البيبان. ها يا روح اغطس عقم البيبان، ها باش يشوفوا منيح. ها ها حنا دوك نعقموا بالقطن، انت يا عندك لي شوا، تقدر تجيب القرعه تاع مزيل الغبار تفرغها تغسلها مليح تعمرها بالتعقيمات هذيك وترش بها نورمال. ها بخاخات، ايه البخاخات هذوك. ها حنا رانا نشمد لكم شرح مبسط برك، ها باش تفهموا مليح برك. ها كاين اللمس، وين المكان الاماكن تاع اللمس. ها روح اسيدي، ها وين كاين اماكن اللمس، المس. ها ها دخلاني براني. ها ها في المثال باب الشارع. ها ولازمك تكون تعقم تكون لابس القفازات وتكون لابس الماسك كيما راهو لابسو عبد الواحد. ها 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 الأماكن تاع اللمس ها كيما شفتو هكذا. ها صاحي دوكا نوريكم الملابس، قالك ورينا كيفاش تعقم الملابس، دوكا نوريكم كيفاش نعقم الملابس مش مشكل. ها الأماكن تاع اللمس كيما شفتو عقمناها، وين أماكن اللمس نعقموها. دوكا نوريكم كيفاش نعقمو المال السوارد كيما نقولو. زيد جيب قطن نوريكم كيفاش يعقمو السوارد. ها المثال هاي السوارد، ها كيما جماعة الفروض، جماعة خاوتنا اللي يخدموا فروض، اللي يخدموا كرونديستا، يخدموا حضاري، راح يخلصوا من البوسطة، يخلصوا يعني راح يشري الخضرة، راح يشري الماء، ماناش عارفين احنا راح يشري. ها 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 ديك وعصر مليح هكذاك صحيح. ها عصر مليح، ها ها هاي سوارد. ها باش هكا تقفل البيبان تاع الشقاع. ها ما شاء الله. ها ها زيد ها ها هاي صورت معقمة قضي حاجة. ها اطلق هنا هاي معقمة قضي حاجة. وريتهم عبد الواحد كيفاش يعقمون الملابس. ملابس لازم من الافضل البخاخة، الملابس من الافضل البخاخة خاوتي. نعم بعد من افضل البخاخه. احنا نسمى ما عندناش بخاخه، انا قاعد نقول لكم يسمى بطرق مبسطه برك. الملابس شوفي التعقيمات من الاحسن البخاخه، هي تكون
كما نقولوا تبخخ بها الباب، اماكن اللمس تبخخ بها كما نقولوا الاماكن كما حنايا كما العياده هذه او الطابل تاع المساج هذيا. هاي البيبان تاع اللمس المال السوار داك شفتو تعقم بالقطن، كما نقولوا الملابس والاماكن اللي تناموا فيها والسيارات، هذا من الاحسن تكون بخاخه، تشري بخاخه تاع مزيل الغبار، تغسلها مليح، تعمرها بالتعقيم كما شفتوا، وتبخخ بها عن بعد، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، هكذا راك تحمي دارك بحول الله عز وجل، راك تحمي دارك، تحمي الملابس تاعك، تحمي وليداتك، تحمي المطبخ تاعك بحول الله عز وجل، ما تقولش انا يا رب. شوفوا الاحتياط راه واجب، الاحتياط راه واجب يا اخواني. اللي يحب الفيروس ما يقيسوش، واللي يحب كيما نقولوا ربي بعد عليه الفيروس يتخذ بالحيطه والحذر، ربنا عز وجل قال ولا تؤدوا بانفسكم التهلكة، نتخذوا الحيطه والحذر. التعقيمات هاي والله سهله ماله، بدون تاع ماء، قرعه خل ابيض، قرعه الكول تركيبه 90% والجافير، وانت يخدم الجيال ها وراه، جيال معقم تعقم به دارك، تعقم به سيارتك، تعقم به يديك، تعقم به الملابس تاعك، تعقم به الصوارد تاعك، المال تاعك، قد تعقم به كيما نقولوا الماعن تاعك، الاثاث تاعك، المطبخ تاعك، كرمكم الله التواليت، المنحاض، الدوش، وين ترقد، تعقم به كلش بحول الله. والباقي على رب العالمين، الانسان يتخذ بالاسباب والباقي على رب العالمين. هذا الفيديو ديروا لنا مشاركه ليه بحول الله عز وجل، والدال على الخير كفاعله. ديروا قول كلمه، قول كلمه انت. بالنسبه للملابس لازم تكون في الحبل في الشمس وبالبخاخ. ايه الملابس. ايه بالبخاخ وهي في الحبل. ايه الملابس من الاحسن تكون منشوره في الحبل، الملابس يا خوتي تكون من الاحسن تكون منشوره في الحبل. كما قال لكم الاخ عبد الواحد في السمش تكون منشوره في الحبل وتفوت عليها البخاخ، يكون فيها الجيل هذايا المعقم، تفوت عليها البخاخ والبس على روحك بحول الله عز وجل، وغسل اليدين. ونوصيكم عدم المصافحه وما تخمسوش مع بعضكم اخويا. حبيت تلقي السلام القي السلام عن بعد اخويا، اتخذوا بالحيطه والحذر بحول الله عز وجل. وما نوصيكمش على غسل اليدين، غسل اليدين كما هذا ها وراه، ها وراه دوكا هذوما راهم مفقودين، هذا الجهاد راه مفقود تاع تعقيم اليدين راه مفقود، في الفرماسي ما كانش، في ليديكاسيون ما كانش، بسواردك وبسوارد الغاليه وما كانش مقطوعين. بصح هذا يا ها وراه تخدموا في دارك، تعمروا في قلعه وتغسل يديك قبل الاكل، قبل كما نقولوا قبل الاكل، بعد الاكل، في الوضوء، بعد الوضوء، اغسل يديك قد ما تقدر، او بدون يعقم لك فيلا كما راهي، بها بناسها بمعنها بقشها. بحول الله عز وجل بهذا القدر نكتفي ان شاء الله. ان اعجبكم المقطع قوموا بمشاركته، واستودعكم الله الذي يضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.